السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة فوتشر كوين وقناة بيتسي وورد عالم بيتكوين. استثمارك $1000 فقط بهاي الأمنية قبل 5 أيام كانت حاليا تحولت إلى 8 مليون دولار. كيف وشو هاي العملة؟ هي العملة التي تدعى عملة بيبي. هاي العملة اكتسحت سوق الكريبتو وعملة المعجزات اللي عجزت عليها عملة شيبا إينو وعملة لونا كلاسيك وعملة الدوش كوين. بالفيديو راح أتكلم عن العملة وهل صعود مستمر ولا لا. أما مش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم المنتج الرقمي. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خلينا أول شيء أصدقائي ننتقل للكوين ماركت كاب. عدد قطع العملة أصدقائي 420 ترليون قطعة و 690 مليار قطعة. طبعا أعلى سعر وصلت له العملة، خلينا ننزل إلى الأول تايم هاي، يعني العملة وصلت إلى أعلى سعر بسعر 0.6040، وأقل سعر منخفض وصلت إلى سعر 0.7027. على منصة بيتجيت حاليا سعر العملة 0.4069. العملة مطروحة على منصات كتير، وأهم منصة بيتجيت الرابط رح تلاقيه موجود أسفل الفيديو. تقدر تستثمر وتخزن من العملة، لكن أولا لازم تعرف وين مشروع العملة وشو هي اتجاهها. أولا أصدقائي، العملة عملة ميم تحتوي على أي مشروع. النقطة الثانية أصدقائي، عدد قطع العملة كبير جدا، تقريبا نفس عدد قطع عملة شيبا إينو. طبعا اشخاص اصدقائي اللي اشتروا مبالغ بسيطه وتحولت لملايين دولارات الى حد الان لم يقوموا بالبيع والتفريغ على المستثمرين. مجرد ما يتيح لهم الفرصه في غضون دقائق او خلال ساعات باوقات غير معروفه، راح يتم بيع هاي المليارات او هاي التريليونات من القطع، وراح يتم التفريغ على المستثمرين. بهذا الشيء راح يسبب دمب، ممكن $1000 تبعتك تتحول ل$1. لهيك استثمار بهذه العمله هي عباره عن حظ لا اكثر ولا اقل. استثمارك $100 ممكن يصير، او استثمارك $1000 ممكن تصير $1,000,000 وممكن تصير $1. يعني اذا بتستثمر بهيك عملات استثمارك راح يكون عباره عن حظ وعباره عن مقامره. في احد الاشخاص اصدقائي استثمر $251، باع من عمله الاثريوم واشترى من هاي العمله. استثمر بقيمه $251، اليوم تحولت ل$1,140,000 خلال 4 ايام استثمار فقط. العمله ارتفعت بشكل مخيف جدا. وطبعا اصدقائي هاي الخبر اكيد جدا، لاني سجلات واضحة ومعروفة كم عدد قطع البيع. اسم هذا الشخص سمارت ماني، اشترى من عملة بيبي او عملة البيبي، اشترى بقيمة 0.12.5 من عملة الاثريوم، يعني بقيمة $251. استثمر بهاي العملة واشترى تقريبا 5.9 ترليون قطعة، يعني بدك تقول انت انه اشترى تقريبا 2% من عدد قطع العملة. اشترى هاي القطع وخزنهم لمدة 4 أيام، والعملة عملت ارتفاع كبير، وال $250 تحولوا ل$1,140,000. هذا الشخص لحد الآن لم يقم بالبيع، ولحد الآن عم بيجني أرباحه. ممكن خلال لحظة واحدة يقوم ببيع عندما يتحول $1,000,000 إلى 3 مليون أو $4 مليون، وبعدها بيقوم بالبيع وتفريق على المستثمرين. بهاي الحالة أصدقائي رح تصير دمب كبير على العملة، وأي شخص بيستثمر بالوقت الحالي ب$1000 هاي العملة رح تحول ل هاي $1000 تحول ل$1. العملة مطروحة على كتير منصات، وأهم منصة بيتجيت. هاي العملة فاجأت الجميع واكتسحت سوق العملات المشفرة، وطبعا أهمها كانت ضربة موجعة لعملة شيبا إينو صاحبة المشاريع الكبيرة، وعملة الدوش كوين اللي بدعم كبير من إيلون ماسك. المستثمرين ما حققوا هاي الأرباح، وأغلب الأرباح من عملة شيبا ودوش كوين كانت عبارة عن تلاعبات من خلال تغريدات من خلال الأخبار. ما في أي استثمار حقيقي في هاي العملات ومرابح حقيقية من هاي العملات، مثلا $1,000,000 أو $2,000,000 من خلال $200 أو $100 فقط. هاي العملة طبعا دمرت هاي العملات، عملت المستحيل اللي ما قدروا يعملوه عملة دوش كوين وشي بينه. أصدقائي نكون وصلنا هاي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المنتج الرقمي. مع السلامة، دمتم بخير. Thank you.